مرحبا احلى عالم. اليوم رح نعمل مع بعض شوربة العدس. في كتير عالم سألوني عن شوربة العدس ورح نعمل اليوم هاي الشوربة بطريقة كتير مميزة. هلا اذا ما كنتوا عاملين سبسكرايب على قناة فتافيت باليوتيوب شو ناطرين؟ نقروا الجرس تاخذوا اشعار بكل شيء جديد، وعطونا كومنت ولايك وشير وقولونا شو رأيكم بالوصفات اللي عم نعملهم. رح نبلش اول شيء بشغلة كتير بسيطة بشوربة العدس اللي هي الزبدة. في عالم بتعملها بزيت زيتون وفي ناس بتعملها بالزبدة، انا بفضل الزبدة. هاخد الزبدة اللي عندي اياها هون ورح نزلهم بالطنجرة وخلي الزبدة عندي هون تتحمص. بدها كمية منيحة من الزبدة، العدس بيستوعب كمية فات. ورح نخلي الزبدة تصير بالنية اللي هي بيرن وزيت لحتى تعطيني طعمة كتير طيبة. ورح اقلي معهم اول شيء البصل. عندي انا هون البصل مقطع لشرايح نعمة، تقريبا كمية الخضرة مثل ما شايفين عندي هون بصلة، حبة جزر، حبة بطاطا، وعندي هون كوب من العدس. العدس بنغسله وبنصفيه مباشرة، ما بدنا نقعه. رح نحرك الزبدة ونتركها لحتى تصير هيك محمصة واللون البني الحلو، طعمتها بتطلع عن جد شغلة عظيمة. على فكرة أنا هاي الوصفة يعني تقريبا كانت على صفرتي كل يوم برمضان، لأنه ما بصير رمضان من دون شوربة عدس. شايفين عندي أنا هون الزبدة اتحمصت، رح نحط البصل ورح نقلي البصل مع الزبدة. رشة ملح على الخفيف فوق البصل لحتى يتدبلوا معنا بسرعة، ونقليهم البصل يعطونا نكهة كتير طيبة كأساس ببداية الشوربة. خلينا نقول ريحة بتجنن، رح تطلع معكم شوربة شغلة مي طبيعية. في ناس تعمل شوربة العدس بمرقة اللحمة، وفي ناس تعملها بمرقة الخضرة، هاي الشغلة بترجع لألكم. فشاركونا انتو بالكومنت كيف بتحضروا شوربة العدس تبعتكم، شو البهارات اللي بتحطوها بشوربة العدس. شايفين عندي انا هون البصل كيف تدبل ودبل وصار جاهز. رح نضيف فوقهم هلا، عندي انا هون جزر مقطع لمكعبات، سنين ثوم، في ناس بتضيف ثوم في ناس لا، بس سنين بيعطونا طعم كتير طيبة. وعندي هون بطاطا مقطعة كمان لمكعبات. بنقليهم روعة، بنقليهم ومندبلهم لحتى نطلع النكهة الطيبة من الخضرة. يعني أنا بدي نكهة الخضرة تطلع عن جد طيبة بالشوربة، مو بس تعطيني قوام أو لون، لأنه الجزر رح يعطيني لون، البطاطا رح تعطيني قوام، وبدي كمان آخذ منه النكهة. شايفين كيف الخضرة عندي أنا تقلت؟ صاروا عندي بهذا الشكل، البطاطا، الجزر مع البصل مع الثوم، عن جد شغلة عظيمة. هلا رح نضيف فوقهم العدس. عندي أنا هون العدس كوب مغسول ومصفى، بس ما يكونوا منقوعين، ما تنقعوا العدس. هلا شو رح نعمل؟ رح نقلي العدس شوي صغيرة، بنفس الوقت رح نضيف البهارات تبعونا. عندي أنا هون مكونين كثير طيبين بشوربة العدس اللي هو الكمون، وعندي شوية كاري. هذا اختياري، يعني الناس ما بتضيف كاري، بس أنا كثير بحب الكاري مع العدس، بيعطوهم طعم كثير طيبة بطريقة إنه ما تطلع نكهة الكاري على العدس. رح نضيف الكمون لحتى يتحمصوا شوي صغيرة مع العدس، ورح أضيف الكاري بودرة. هذا اختياري، هي اجتهادات القرف. بنحرك، اوف اوف الريحة بتجنن. صارت شوي صغيرة الكمون هيك بياخذوا تحميصة طيبة مع الكاري. رح نضيف رشة ملح، رشة صغيرة فلفل أسود، ورح نضيف فوقهم مرقة خضرة. روعة. هلا مخلي الشوربة عندي التكتك، ما كترنا كتير ملح لحتى بعد الطحن نعدل الشوربة ونضيف الملح النهائي. رح نخلي الشوربة التكتك على نار هادية مع الغطاء، بنغطي عليها ونخليها أقل شيء
حوالي ال 20 ل 25 دقيقه لحتى عندي البطاطا تستوي، الخضار تستوي، والعدس يستوي. بعدين رح ننتقل للمرحله النهائيه، فاجيكم كيف رح نطحن شوربه العدس. الطبخ بكل ثقه مع تنزيل تطبيق المطبخ العبقري. من بعد نص ساعه متاكد انه عندي انا الجزر، البطاطا، العدس استووا، ورح يطلعوا عندي تتتم تام بهذا الشكل الحلو. رح ناخذ هلا الهاند بلندر لحتى نخلط الشوربه وتصير عندي ناعمه وهي على النار. ونبلش بنحط البلندر بالنص مشان نقدر نعمل سيركيليشن، او نقدر نعمل هيك خلينا نقول حركه دائريه بقلب الطنجره، تنطحن عندي الشوربه بتطلع عن جد ناعمه. تأكد الشوربه عم تنطحن مزبوط. طبعا رح اخذ الكبشه عندي هون، شوف السماكه تبعت الشوربه، شايفين السماكه ما احلاها، روعه. هلا فيكم تضيفوا شويه فلفله حمراء حلبيه اذا بدكم تضبطوا اللون، انا برايي اللون كثير حلو والسماكه رائعين، بس رح نرجع نوصلهم للغليان لحتى نطلع الهواء. شغله عظيمه عن جد شوربه العدس، شغله عظيمه. رح ندوق ونشوف وين نحن، لانه هلا الوقت الحلو وقت الذوق. طعمة الكمون مع الكاري مع العدس مع الخضرة مع الزبدة المحمصة عن جد شغلة عظيمة. أنا بعمل شوربة عدس بهالطريقة، قولوا لنا كيف بتعملوها، اكتبوا لنا بالكومنت. الشوربة شايفين كيف بعد ما رجعت غليت أخذت اللون الحلو. عندي دائما شوية مرقة خضرة على جنب، إذا كانت كثير سميكة بنرجع بنزيد لها شوي صغيرة مرقة خضرة لحتى نعدل الكثافة أو السماكة. وأنا بحب أقدم الشوربة تبعتي مع شوية كروتون بدل الخبز المحمص العربي. عندي شوية ساور دوب مدهونين بزيت زيتون ومشويين على الشوي، بيعطوني طعم كتير طيبة مع شوربة العدس. شوية ليمون اللي بدكم إياه، شوية فلفلة حمراء حلبية، هاي بترجع لألكم. الشوربة عندي أنا هون عم تغلي، شايفين اللون رجع زبط، صارت عال العال. دائما بس نخلط أي نوع شوربة بنرجع للنار حتى نرجع نركز اللون ونخلص من فقاعات الهواء. الشوربة عندي أنا هون صارت بتجنن. رح أخذ الصحن بالتقديم، كثافة أو السماكة تبعت الشوربة بتجنن. إذا عجبتكم هاي الوصفة اعملوا سبسكرايب على قناة فتافيت باليوتيوب لحتى تاخذوا إشعار بكل الوصفات الجديدة عم نعملها سوا. رح زينها بشوية فليفلة حمراء حلبية تطلع عندي أطيب شوربة عدس في العالم. رشة فليفلة حمراء ولا بدها زيت ولا بدها شيء، هيك صار عندي أنا شوربة العدس روعة.